لا ما في غير اي اطلال. وانا ما حرام اجي في النهار ما فول باص يعني بنشوف بنحاول ده يا رسول. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول كورس الفوتوشوب. أستاذ عبد الكريم، كيفكم؟ أنتوا راح تكملوا تصميم داخلي ما هيك؟ حتى الآن ما بدأت. راح نبلش اليوم بالإليستريتور. إليستريتور هو برنامج تاني من شركة أدوبي. راح أشرح عن على آخر نسخة نازلة إن شاء الله، اللي هي 2023. شوفي كمان بدون إن شاء الله تقريبا 20 ساعة ل 24 ساعة، راح ناخد فيها أغلب الأساسيات. نشوف إن شاء الله. طيب، شو هو الإستريتور نفسه بالذات؟ انا ليش بستعمل الستريتور؟ الستريتور بستعمل نظام شيء اسمه انكر بوينت او الفيكتور. هو نظام الفيكتور حكينا عنه نحن قبل ما هيك، قلنا نظام الفيكتور هو نظام بيحفظ بيرسم رسم نفسه بنظام الانكر بوينت او نظام لا يعتمد على البيكسل، تمام؟ على عكس برنامج الفوتوشوب والبرامج الثانيه اللي هي ممكن تعتمد على نظام البيكسل. فبنظام البكسل لما انا برسم فغالبا اذا كبرت الشكل او صغرته فهو راح يعطل او يبكسل مثل ما بيقولوا له، بينما بنظام الفيكتور فانا اذا بكبره ل 2000 ضعف هو راح يضل مثل ما هو، اذا بصغره ل 2000 ضعف هو راح يضل مثل ما هو. كن سلامة. لا تفضل. حضرتك يا شيخ. صحيح فأنا إذا بكبر أي شيء عندي هو بنظام الفيكتور فهو راح يضل مثل ما لا راح يعطل لا راح يكسل، مثل ما حكينا ببرنامج الفوتوشوب. عندك خلفية عن برنامج الفوتوشوب؟ طيب تمام، ما راح يصير فيه أي شيء غلط مثل ما بيقولوا. يعني هلا مثلا نحن عندنا هذا نظام الفيكتور، فأنا إذا جيت زومت فقد ما أنا زومت تقريبا صرنا 64000%، فهو لسه شو شارب، لساته حاد، لساته ناعم، حواف تبعيته مثل ما هي. هذا الفرق بين نظام الفيكتور ونظام البكسل. طيب انا لهالموضوع بستعمل برنامج الستريتور. هالموضوع انا بستعمل برنامج الستريتور لاي شيء بيخص الشعارات، لاي شيء بيخص الطباعه، لاي شيء انا بدي اتعامل معه بشكل كبير فانا بستعمل برنامج الستريتور. تمام، هذا الفرق بين الستريتور والفرق بين اي برنامج ثاني بيستعمل نظام بيكسل. في كورل درو كمان بيستعمل نظام الفيكتور. كورل درو بيستعملوه لقصص قص الليزر والخشب وهالقصص، هدول الماكينات. من الوقت بيرسموا طبيعي جدا اني انا اكون راسم رسمه صغيره بعدها بفرجها فهو رح يطلع لي اياها مثل ما هي بالضبط وقت عم بيقص. لما تكون نظام بكسل فراح تطلع مفشكلة، فبيعتمدوا نظام الفيكتور في هالموضوع. اشهر برنامجين هن الاستريتور والكورال درو. طيب في انا عندي بالفوتوشوب كمان عندي فيني اعمل شيب اللي هو بكون فيكتور، ملاقي اشاره على الجنب هو فيكتور. مثل لما بكون سمارت اوبجكت ملاقي اشاره هو فيكتور. شو الفرق بين الفيكتور هنيك والفيكتور هون؟ الفيكتور هنيك ايه صح فيكتور، بس لما كمان زومت فهو بالنهايه راح يبكسل، لان البرنامج اساسا هو شو؟ فوتوشوب، فهو اساسا بتعامل مع البكسل. بينما هون اساسا بتعامل مع شو؟ مع الفيكتور، فهو اساسا خلص
شومان صار انا بالنسبه لي راح يتعامل معه كفيكتور. انا كبرته حطيته على حجم بناء كامل، سكرته حيضل مثل ما هو على الطباعه، صغرته حطيته على البروزف هو راح يضل مثل ما هو. تمام، هذا الفرق بين برنامج الفوتوشوب برنامج الاستريتور. طيب انا فيني اعتمد واحد على دون الثاني، فيني اعتمد على واحد دون الثاني، بس اثنين مكملين لبعض. فانا وقت بستعمل هذا وهذا بيطلع معي غالبا نتيجه افضل من اني استعمل واحد من بيناتهم لحال. فانا مثلا وقت بجي بدي اعمل شيء للطباعه، شيء ممكن يكون بروشور او ايا يكن، بروح بظبط الصور، الشغلات اللي انا بدي استعملها على الفوتوشوب، بعدها باخذها بدخلها على الاستريتور، بظبط المنظور العام اللي انا بدي اتعامل معه كتكست كلوجو كقصص كشغلات. فانا في عندي الحريه انا بالاستريتور اني اكبر واصغر شوي بمساحه اكبر، يعني بحريه اكثر مثل ما بيقولوا. اما اذا اخذت هذا اللوجو نفسه ورحت على برنامج الفوتوشوب ولزم اني انا اكبره نوعا ما شوي، فهو غالبا راح يبكسل معي ولو كان تمام. اذا جينا نحن جبنا مثلا هاي اللوجو نفسه، جبناه صوره، جينا وسحبناه هنا هون رضا هيك، جينا جبنا هاي الصورة هاي هون نحن كفيكتور هون شو كصورة. طيب إذا جينا وزبطنا نحن بالنسبة لنا لهون، طلعتوا شايفين هاي البكسلة هاي اللي طلعت، مجرد لسه شو ما زونت مثل العادي أساسا الناس، فهو فورا بكسل بالنسبة لي. بينما أنا لما عم بتعامل مع نظام الفيكتور نفسه فالموضوع أبسط وأفضل، كل شيء ممكن تتخيله أنا بتصميم الشعارات. أي واحد بيستعمل فوتوشوب لتصميم الشعارات هو إنسان لا يفقه شيء في التصميم. تمام، انا اذا هدفي مثلا يكون تصميم الشعارات فمليار في المية انا بدي اتعامل مع الاستريتور. انا برسم على الاستريتور، بعد ما بدي ارضه للعميل واعمل الملف تبعه، بدي ابعثه للعميل يشوف اللوجو يشوف الالوان كيف محطوطة على الشغلات، هي بستعمل فوتوشوب. بس لما بصمم اللوجو نفسه برسمه، انا فعليا عم ارسمه، عم اصمم اجزاء، حرك منه اجزاء، عم اعمل فيه ايا يكن افكتات شغلات. فانا شو عم اتعامل؟ بتعامل مع الاستريتور. بس خلصت اللوجو كله رسمه تمام، خلص الموضوع عندي، ف بخرج هذا الملف كصورة، بروح بتعامل معه مع شو؟ مع الفوتوشوب. فوتوشوب بضيفه بقى على ارمات، بضيفه على ملابس، بضيفه ايا يكن، بضيف له الالوان الخلفية القصص هدول، بحيث انه يطلع بمنظر حلو، بعته للعميل يشوف. اذا ببعت له اللوجو هيك هو راح يقول لي ما حلو. فانا لازم نوعا ما احاول انه اعرضه بطريقة مثلا منسقة شوي نوعا ما. عندي ملف بي دي اف، ما في ملف بي دي اف. يعني انا هذا اللوجو بعد ما رسمناه نحن على الستريتور شو بنعمل فيه؟ بناخذه نحن وبنحاول نظبطه في الشكل اللي هن بالدنيا. تمام، بحيث اني انا ابعت هذا الملف للعميل، ما بروح ببعث له اللوجو لحاله بخلفية بيضاء بقول له شوف هذا اللوجو عجبك. تمام، هالقصص هدول وين بنعملهم؟ على الفوتوشوب. تمام؟ بينما اللوجو اساسا وقت انا بجيب برسمه، فوين برسمه؟ على الاستريت. شايفين؟ تمام؟ في اي سؤال عن الموضوع؟ أبدا؟ شهرة خير والله. النظام الاستريتور في له امتدادات معينة. نحن لما كنا عم نحكي بالفوتوشوب عم نحكي على الامتدادات تبعيته، تتذكروا ملفات العمل، ملفات الإدخال، ملفات الإخراج. طلعت من عيونكم ملفات الإدخال كانت شو؟ عبارة عن صور جي بي جي، بي ان جي، ايا يكن، اي ملفات انا ممكن ادخلها بي دي اف، اي ملفات انا فيني ادخلها على الفوتوشوب نفسها فيني ادخلها على الاستريتور. ما دخلت هلا هي الصوره، هي الصوره شو؟ جي بي جي او بي ان جي. فانا فيني كمان ادخلها على شو؟ على الاستريتور.
بينما ملفات الاخراج بالنسبه للاستريتور غير فوتوشوب. فوتوشوب كانت ملفات الاخراج تبعيته بي اس دي او سي بي اس دي، يمكن هي الكلاود او لا بي اس دي سي، يمكن تي اي اف اف، هي ممكن اخرج انا بالاستريتور كمان. بينما بالاستريتور في عندي ملفات اكثر شموليه، اللي هي اي اي، اللي هي مثل هذا الشكل، او اي بي اس. هذول الاثنين فانا بتعامل معهم مع شو، مع الاستريتور، وبخرج لي اياهم لحتى اعدل عليهم. اذا جينا قلنا نحن شو معنى هالشيء، مثل ملفات بي اس دي بس غير امتداد، بيجوا امتدادهم اي اي او اي بي اس، وفيني اخرجه كمان بي دي اف وارجع اعدل عليه. نفس مبدا الفوتوشوب، تمام؟ هاي ملفات الاخراج تبعيته. ملفات الادخال انا شو، اي شيء انا فيني ادخله عليه، مثل ما ادخل على فوتوشوب انا بدخله على الاستريتور. اما برامج، اما الاخراج فهو بيختلف شوي معي، تمام؟ وغالبا برامج الادوبي كلها في توافق بيناتها. فانا اذا مثلا بدي اروح، بنشوف هالشيء اكثر بكثير بين الاستريتور والافتر افكت مثلا. وقت انا بشتغل موشن جرافيك، فانا بخرج فورا من الاستريتور في خيارات اني اخرج لي اياهم لشو، للافتر افكت، تمام؟ بحيث اني انا وعم اشتغل افتر افكت عم حرك الشخصيه، وان يكون انتبهت ان في شيء موضوع عندي غلط، فانا ما في بحاجه اني اروح ارجع على الاستريتور اعدله وارجع احفظه وارجع اروح دخله وارجع اعيد التحريك. لا، انا برجع على الاستريتور بعدل الشغله اللي بدي اياها، بعطيه حفظ تلقائيا، ما بتتغير بالافتر افكت تلقائيا، كل شيء انا بشتغله بتغير بشو، الافتر افكت. الاستريتور مستعمل مع الافتر افكت كثير كثير، خصوصا بالتحريك والموشن جرافيك. لانه الموشن جرافيك احنا بنجي بنجيب الشخصيه لهون نرسمها، ايا يكن الشخصيه، ايا يكن الشكل، ايا يكن الهي، نرسمها بنحدد اجزاء بنحفظها بطبقات بلايرات معينه، بعد ما ناخذ الملف نحطه بالافتر افكت بيطلع بلايرات، اللايرات تبعيته بيطلع بالافتر افكت. فانا بجيب حرك لاير لاير، تحرك الايد فانا بحرك الايد بحيث تطلع، تحرك الشخص فهو بحرك شلون بده يمشي. انتبهت انا اني راسم شغله غلط او بدي اضيف شغله او ايا يكن، فانا ما في داعي اني احفظ. هاي الشغلة اللي بتخلي العالم تستعمل برامج أدوبي بشكل عام، توافق بيناتهم كتير كبير، في أنا فيني أعدل وأعمل الشكل اللي بدي إياه. ما في عندي قصة إنه أنا بدي أحفظ وخرج الملف وأرجع أروح أعيد الشغل كله على الأفتر إفكت. لا، بس برجع لهون، أنا عندي هي الشغلة غلط مثلا، جيت لهون أنا عندي هذا اللوجو فرضا، إيه عندي هذا اللوجو انا فرضا، بعد ما عم اشتغل عليه تبعتني انا هي والله النقطه، اذا خليتها شوي هيك ما هي حاده ما هي شارب، ممكن تطلع احلى على التحريك عندي. فانا جيت وحركت خلاص، اعطيته كنترول اس، طلعت لهنيك بلاقيها تعدلت فورا، ما في داعي اعمل شيء. ونفس الموضوع بالنسبه للبريمير، للاوديشن، للفوتوشوب. فوتوشوب مثلا نستعمله كثير مع البريمير، فنحن كمان نفس الموضوع، انا عملت تمبلت على الفوتوشوب ودخلت على البريمير بحيث تطلع عندي على طول، مثل تبع القنوات الاخبار او هالقصص هدول. فانا ما في داعي كل مره اعمل فيها، فبروح الفوتوشوب بس بعدل التكست او ايا يكن الشيء اللي بدي اياه، بعطيه سيف، بروح البريمير بلاقي تعدل. خلص انا ما في داعي اروح كل مره واحفظ وخرج وارجع احطها واحركها على الفوتوشوب او على البريمير او افتر افكت وارجع احفظها واحطها على الفيديو تبعي، تمام؟ كيف في شغلات رح نقعد اليوم كمان؟ اليوم رح ناخذ بس مجرد اساسيات عن الاستريتور، بكره رح نبلش فورا فيه، تمام؟ بالنسبه لفوق هاي القائمه، هون نحن قلنا قائمه سموها اوبجكت تايب او قائمه الادوات، نحن اخذناها فوق ان كل اداه لها شو؟ لها قائمه خاصه فيها. هذا الحكي هون مو صح، الحكي صح في الفوتوشوب. هون غالبا بتلاقي نفس القائمه، ممكن اضافات زياده شوي. انا مثلا جيت على التكست مثلا، فهو بضيف لي شويه شغلات، بس غالبا الامور الثانيه هي نفسها، تمام؟ فوتوشوب نحن مثلا اذا رحنا على فوتوشوب، وين فوتوشوب؟ ما هون فوتوشوب، طيب هاي فوتوشوب. إذا جينا لهون نحن، مجرد ما أنا أكبس على أي أداة، فأنا البار اللي فوق شو عم يتغير،
مثل ما أخذناها وحكينا فيها كثير بالفوتوشوب، على مدى 30 ساعة أخذناهم. فنحن أي أداة أنا بستعملها، فالفوق البار هذا اللي فوق، فهو شو راح يصير فيه؟ راح يتغير. أما إذا جيت أنا على الإستريتور ما راح يتغير، راح يضل عند أغلب الشغلات الأساسية موجودة، ممكن يضيف عليها شغلات تانية مثل التكست، غالبا بضيف لي شوية شغلات تانية، تمام؟ بس غالبا أنا الأدوات أنا بستعملها راح يضل البار اللي فوق مثل ما هو. أنا بدي أحرك هذا البار، انا بدي احرك هذا البار خليه فري شوي نوعا ما، ما بدي اياه يضل فوق. فانا اذا جيت لهون على النقط هذول كبست سحبت، هو شو صار حر عندي، فيني انا شو حركه. اذا جيت وسحبته يلا وصلنا زين، يلا مش عم يقبل. طب خليها الله مشكلة. إذا جيت وسحبته كمان حطيته هون مثل ما نحن بالعادة بيطلع لنا شريط أزرق، هو شو؟ بيرجع محله مثل ما كان، تمام؟ عندي هون قائمة أدوات على نفس المبدأ، إذا جيت وسحبتها فهي صارت حرة. إذا جيت وكمشت أنا هيك وسحبت هذا الشريط الأزرق اللي بيطلع عندي شايفينه، مجرد ما طلع هو، فإذا تركت شو عمل؟ بيرجع محل ما، تمام؟ عندي هون هذا السهم، سهمين شايفينه؟ لا خلينا بعد هاي، هدول السهمين اللي هون شايفينه، إذا جيت كبست عليهم فهو شو بيعمل لي إياها؟ بيضبها شوي نوعا ما، إذا شاشة صغيرة عندي، بدي مساحة أكبر لأنا أشتغل، تمام؟ فأنا بضبهم شوي، لا عندي شاشة كبيرة، عندي مساحة هون كبيرة لأني أشتغل، أنا شايف المشروع اللي عندي بالضبط، فأنا فيني أخليها أعرض بس مبينة كل الأدوات اللي عندي إياها، تمام؟ فوق عندي قصص الباك جراوند والستروك، على عكس الفوتوشوب كان احنا عندنا باك جراوند فور جراوند، اللون الامامي واللون الخلفي. لا هون في عندي اللون الاساسي اللي هو بدي الون فيه، وعندي الستروك، تمام؟ وعندي الستروك عندي قصص خاصه فيه كمان، جايين عليها بالدروس اللي جاي ان شاء الله. عندي هون قائمه الادوات، انا الاداه مجرد ما انا اكبس عليها سوالي وراها مربع بلون مغاير، فانا معناها ان هي الاداه انا واقف عليها حاليا، تمام؟ جيت كبست على هي الاداه، جيت كبست على البنتول، على السلكشن، على الشيب، ايا يكن انا كبست عليها، مجرد ما طلع لي وراها مربع بلون مغاير، فانا معناها اني انا واقف على هي الاداه عم اتعامل. في ادوات عندي كمان انا مثلا انه في عليها سهم جنبها، والله هي الاداه مثلا ما عليها سهم هون بتزيد بالجنب، جيت انا هي الاداه عليها سهم، جيت كبست بزر اليمين فبطلع لي ادوات ثانيه الف، تمام؟ هي مثلا نفس الموضوع، جيت كبست على السهم مثلا بطلع طالع، او طيب بس خلص، او اذا كبست بزر اليمين فهو طلع لي الادوات الثانيه الخاصه بالبنتو. في عندي هون كمان سهم انا مجرد ما اكبس عليه هو شو عمل؟ طلع لي اياها لبر، فيني احطه مثلا أنا هون الوصول الاسهل الي وانا اتعامل معه، تمام؟ مجرد ما خلصت منها سكرتها فرجعت لوين؟ رجعت لمحل، ما في داعي اني انا سكرتها فارجع اروح جيبها من الويندو مثل ما كنا احنا نعمل، اروح جيبها من الويندو ودور عليها اذا موجوده ولا لا. لا قائمه الادوات انا اذا جيت كبست هون على السهم فانا بتعامل مع هذا بسرعه، ياها مشروعي كله واقف عليها، فانا ما بدي اروح كل مره لهون بس بزر اليمين وجيب، لا توقف هون فورا واخذ الاداه، خلصت منها سكرتها خلص رجعت لمحل، تمام؟ قلنا هدول نحن نفس الالوان اللي فوق، عندي اللون الاساسي وعندي لون الستروك، تمام؟ ما عندي فور جراوند وباك جراوند مثل الفوتوشوب، لا عندي لون اساسي انا بلون فيه وعندي ستروك انا بحط له ستروك، تعرف شو يعني ستروك؟ تمام انا بحط له ستروك، تمام؟ نحن اي اداه بنوقف عليها طلعنا لنا نحن فيديو هاي الاداه شو هي او شو بتعمل، تمام؟ نفس مبدأ الفوتوشوب بالضبط، نفس مبدأ برامج ادوبي كلها تقريبا، اي برنامج في ادوبي بيعمل هالموضوع هذا، انا مجرد ما اوقف عليها فهو بياخذها. وطبعا نحن بنركز على موضوع الاختصارات، حكينا في الموضوع كثير، جبناه بالفحص وجبناه في كل محل، لان يعني الاختصارات بالنسبه لي اهم شيء. انا وقت بكون عم اتعامل مع اي برنامج لما بحفظ اختصارات فانا على الاقل بوفر نص الشغل اللي انا عليه، يعني بدل ما اروح كل مره ودور على الاداه فانا خلص اتعامل مع البنت على طول، البنت والاختصار بي اللي هو بكل برامج فوتوشوب، بكل برامج ادوبي اختصار بي،
فانا اتعامل مع البين تول على طول، خلاص اختصار بي، فانا بس بي فورا بتعامل معه. خلاص بدي ارجع للسلكشن، ارجع للسلكشن بس اي هون سلكشن في تنتين، نرجع عليهم نشوفهم تنتين، فانا بدي ارجع فورا كبست، لا بدي ارجع للبين تول، شايفين؟ ما في داعي انا اروح لهون كل مره واكبس عليها وتطلع لي وما تطلع لي، تمام؟ اهم شيء الاختصارات قلنا، لانه بتوفر علي وقت كثير بالشغل. شو في عندك هلا؟ حكينا عليه وحكينا عليه وحكينا عليه. طيب عندي هون قائمة كل شيء بيخص الأدوات تبعيتي أنا، من تلوين من ليارات من قصص. يعني مثلا جينا نحن لهون لبسنا، نحن شفنا الليارات تبعيتنا، اسمها ليار، قائمة الليار، تمام؟ فيني أنا طبعا نفس مبدأ الفوتوشوب، إني أنا أكبرها وأصغرها وأعمل فيها الشكل اللي أنا شايفه مناسب. ما في حدا بده يخرب إن شاء الله. فيني أعملها بالشكل اللي أنا شايفه مناسب، تمام؟ نفس المبدا بكل هذه الأدوات. طيب انا الاداه لما بتكون مسكره، فانا بدي اشوف هاي الاداه شو هي، بدي بكبس عليها تصير اكسباند مثل ما بيقول، قائمه الكلر، كلر جايد، شايفين؟ طيب انا بدي اداه من بيناتهم، فانا كيف بسحب هاي الاداه اللي بدي اياها؟ جينا لهون نحن، هل نقاط نفس مبدا اي نافذه في الاليستريتور، اذا جيت مسكتها انا سحبت، فهي شو صارت؟ حرة نوعا ما، يعني أنا أتعامل معها وأحطها وين ما بدي، فيني أحطها هون، فيني أحطها هون، وين ما بدي أنا باخذها وبحركها، تمام؟ إذا جينا كبسنا عليها فهي صارت شو؟ إكسباند. طيب في عندي هدول السهمين اللي فوق أنا، إذا جيت كبست عليهم فهي هون صارت شو؟ إكسباند، تمام؟ طيب أنا بدي بسحب كمان هاي الأداة، بدي بسحب مثلا هاي الأداة اللاير، صار عندي شو؟ أدوات حرة، كل واحدة جيت كبست عليها شو بتعمل؟ تصير أداة لحالها، أنا بفتحها وبسكرها بالشكل اللي أنا شايفه مناسب. طيب أنا بدي أدمجهم كلهم بجروب واحد، سايبهم كلهم بجروب واحد، كيف أعمل هالشيء؟ إذا جيت مسكتها سحبت حطيتها، فهي شو صارت؟ ما طيب جيت سحبت هي كمان نفس المبدأ، سحبت هي كمان نفس المبدأ، وهي كمان نفس المبدأ. إذا جيت قلت له عرض لي اياه هون كلهم، فهو شو عمل؟ عمل لهم اكسباند كلياتهم، تمام؟ جيت رجعت سكرتهم، فهو عمل هيك، بكبس على كل وحده بتطلع، فيني ارجع اسكرها من هون او ارجع اكبس عليها، تمام؟ نفس مبدا الفوتوشوب تقريبا، اختلاف بسيط، تمام؟ من هون كمان اذا جيت انا كبست نفس المبدا، من هون كمان كبست نفس المبدا، تمام؟ حكينا بهالموضوع كمان بأول درس فوتوشوب ومشينا فيه. طيب أنا عندي قائمة العمل أو ورك سبيس أنا بشتغل عليها. إذا جينا نحن لهون لفوق نطلع، نحن بنلاقي عنا قوائم، بنلاقي عنا قوائم أنا بتعامل مع، مثلا أنا عم بتعامل مع اللي أوت، فأنا بجيب فيني بس على اللي أوت، فهو بحط لي كل الأدوات اللي أنا ممكن تساعدني باللي أوت تلقائيا، تمام؟ كل شيء انا ممكن يلزمني بلاي اوت فهو بيطلع لي اياه. انا عم اشتغل ويب، فهو راح يطلع لي كل شيء، اختصارات، ادوات، شغلات مرتبه بشكل انا اوصل له فورا، خاصه بشو؟ بالويب. فيني عم اشتغل برنتنج مثلا، كل شيء ادوات انا بتلزمني للبرنت فانا بطلع لي اياه، تمام؟ تمام، كل شيء ادوات خاصه بالبرنت بطلع لي اياه، تمام؟ طيب انا جيت مثلا اشتغل هون، جيت انا بشتغل على الجهاز على طول، بدي ارتبه مثل ما انا بشوفه مناسب. في ادوات هو ما مطلع لي اياها، انا ممكن تلزمني مثلا، انا اللاير بدي اياها على طول هيك لحالها حره، وانا بحطها هون، خلص انا اللاير هيك بدي اياها على طول، تمام؟ فانا بجي من هون بقول له نيو ورك سبيس، شو بدي اسميها مثلا؟ هاي كريم، هنا اوكي، فهو شو صرت باللاي اوت شو اسمه كريم. انا فيني اعمل لاي اوت خاصه فيه، تمام؟ اذا جينا لهون قلت له هيعمل ريست،
رجعت الاساسيه مثل ما كانت. لما بروح انا برجع على كريم، هو شو بيعمل؟ رجع لي اللي اوت، انا مرتبه مثل ما انا مرتبه، انا مرتبه بالشكل اللي انا مريح الي، هو بيطلع لي اياه. في حدا تاني عم يشتغل على الجهاز، ممكن يعمل ورك سبيس تاني، يعمل نيو، يعمل سبيس تاني، مانج ورك سبيس. انا مثلا بدي اعدل الاسم، فرضا جيت كبست عليها سويها مثلا اثنين، قلت له اوكي، هو عدل لي اسمه. تمام، بدي امسح هاي اللي اوت، انا وقف عليها، اعطيه زر المسح، قلت له يس. هو شو عمل؟ مسح لي اياها، تذكرنا كلمة، مسح لي اياها. تمام، ليش ما مسحها؟ يا سلام يا سلام. طيب هي منج، قلنا اوكي، تعال الموضوع معك موجود. لما اكون انا باللاي اوت نفسه، فهو شو بيعمل؟ ما حيمسحها طبعا، لانه اذا مسحها اي ورك سبيس. تمام، فانا بروح بالفوتوشوب، نفس الموضوع كان حكينا عن الموضوع، نحب نمسح لي ورك سبيس، فما بيمسح لي الورك سبيس انا واقف عليه لانه موجود فيها، فانا لازم اروح ورك سبيس ثانيه وامسح الورك سبيس اللي ما بدي اياه، وما نقرب على الورك سبيس الاساسيات ابدا. تمام، ورك سبيس اللي انا بعمله فيني انا اشتغل فيهم، الفوتوشوب كان فيني امسحهم، بالاستريتور ما بيمسح اساسا. جينا على المانج ورك سبيس، فهو ما راح يطلع لي الاساسيات اساسا لاني امسحهم انا. بالفوتوشوب كان فينا نمسحهم اساسيات. تمام، اي سؤال؟ ما فيش، كان اي سؤال؟ يلا تمام. منزلين الاستريتور، نزل الاستريتور عندك، ما هي مشكلة. انت ايات 22، تمام، مشكلة. نفس المبدأ راح يكون، ومن بعد 2020 تقريبا كله نص بعض، بس بقى اضافات جديدة، شغلات جديدة. عم شوف بدنا نحكي كمان كبداية. إذا جيت أنا هي أي أداة من بيناتهم، جيت سحبتها مثلا، هي اللاير جيت سحبتها اشتغلت عليها، بس جيت سكرتها بعدين، فهي ما راح ترجع لمحلها لهون. هون لما كنا نحن عم نعمل، فنحن عم نجي لهون نكبس، تطلع عندي بستعملها، هي سكرتها بترجع لوين؟ ترجع لمحلها. بس أنا هون لاير لأي سبب كان سكرتها أو عملت فيها شيء، فهي راح تضل، هي راح تسكر، راح تروح. منين برجع بطلعها؟ من الويندو. تمام، روح على الويندو، شو اسمها؟ لاير، بوست عليها بيج، رجعت. تمام، ما شاء الله دير سين. هاي نتيجة الضغط اللي كنتوا عايشين فيه، شايفين؟ تضغطنا يا أستاذ، تضغطنا يا أستاذ. فأنا مقامة الويندو، أي شيء أنا سكرته بدي إياه، بدي أطلعه ورك سبيس، هاي الورك سبيس لعندي، أكشن، gradient، color، layer، اي شيء انا عندي اياه بالاستيتور موجود هون، اي شيء سكرته انا هو موجود، موجود هون، فيني اوصل له من هون، علي بس اني انا اكون عارف اسمه الاكسر. نحن ممكن كبدايه مثلا، انا كمبتدئ بالاستيتور، اني اعمل القائمه هيك اكسباند، مشان شو؟ مشان اشوف اسمه. تمام، هون الارت بورد، هون اللاير، الكلر، سويتشز، ايا يكن، بلا بلا بلا، انا عندي اياهم هون، انا شايف اسمه. لما اكون مسكره هو غالبا ما مبين على الاسم، انا ما راح اعرف. مع الايام لما انا اكون عم اشتغل على الاستيتور كثير، فشوي شوي بحفظه، بصير مجرد الشكل انا شايفه، فانا بكبس عليه خلاص، عرفت هذا اللي يعني. هذا كلر، هذا كذا، ما في داعي انا اخليه اكسباند. بالنهايه هاي الامور كلها تفضيليه، انا هذا الشيء اللي عم بحكيه كله تفضيلي، انا ممكن ارتاح على ورك سبيس معينه، انت لا ما ترتاح عليه. شوف هي، لا انا لازم اعدل الورك سبيس هاي للشيء الثاني. تمام، تمام، اماني ما راح اسال لانه ما لها علاقه، اماني يا حرام ليه حط اسمي بالداخل، يا حرام يا حرام. فاي شيء انا بدي اتعامل معه موجود هاي، تقريبا نفسه، تقريبا تقريبا، في شغلات مختلفه، في شغلات مختلفة. مثلا انا لما بجي بدي اكبر هذا الشكل، هذا كنا نحن نكبس كنترول تي،
هون لا بوس اي بس طبعا الشيفت نفسه فيني كاب براوزر غير او زماني كاب شيفت، فانا بتعامل مع الشكل نفسه بس شغلات جايين عليها تمام. هني كنا نكبس كنترول تي، هون كبس كنترول تي طلع لي غش تمام. تتذكر الكاركتر تبعت لها هي، هنيك كانت كاركتر بوس كنترول تي واكون بالتكست تطلع لي هاي، فهون لا جد ما انا اكبس كنترول تي فهو بيطلع لي اياها تمام. هون ما بكبس كنترول تي على التكبير التصغير، بكبس اي تمام. هي شيء ثاني عندنا نحن اياه، كان شغلات امور كان كمان اليوم. طيب طبقتوا هالشغلات اللي حكينا عنها نحن؟ طبقت هالشغلات اللي حكيت عنها كلها؟ طيب راح كمل فيه شوي اليوم. نبلش بالأبشي ولش طيب تختلف طبعا، انا سمعت في الدول تتعامل مع شغلات الانتفاخ في طلبها عقص، فلو استخدمت هذا الشرط في الشغل تعمقنا في اليوم اكثر، صار الموضوع اقصى اصلا، صار الموضوع اقصى. اوكي ممكن نصمم عن الفيديو بس ما لا تصمم كثير انا واخذ بالي تطلع انا مثلا عملت بنت بشهور في هل الشغل انا عملت بيطلع على مساحه اكثر بكثير، فانا باخذ نفس الوقت ما اعيش فبخليه شغل ما فيها صور ما فيها شيء بحسن، بل اخذ صور بشكل خاص بالتفاصيل. فانا كنت اكتب مصدر اي عيش تقدم مفهوم هو مفهوم بنت الصور عشان كان عندي اريح من الانتظار كثير من واريح من الانتظار كنت اشوف طبقتي في يا سيدي؟ حاولت حاولت طيب شو عندكم مع شغلات؟ هاي أنا عندي مثلا الورك سبيس نحن عم نشتغل عليها، إذا جينا نحن على الإيديت تمام؟ جيت على الجنرال او يوزر انترفيس تمام، جيت على الجنرال او كنترول كي نفسه بالفوتوشوب، جيت بعد على اليوزر انترفيس. هون باليوزر انترفيس انا طفي لكم ضوء تشوفوا
جيت لهون اليوزر انترفيس وغيرت اللون انا بدي اياه، جيت لهون على اللون الازرق، فهو شو عمل؟ غير لي حتى هون، غير لي الالوان هون، غير لي كل شيء. تمام، جيت على اللون لافتح مثلا، هذا غالبا كان اللون القديم للاستريتور قبل 2017. جيت لهون على اللون الابيض، هذا اللون لا احبذ استخدامه ابدا، لانه غالبا بكون لون التصميم عندي هو لونه ابيض، ف بصير اختلاف شوي بين بعضهم. تمام، ممكن انا استعمل اللون الاساسي اللي هو جاي فيه، او فيني اغمقه مثلا شوي. تمام، هون في عندي اعدادات ابليك ماتش. بكل البرامج تقريبا كنترول كي، كل برامج ادوبي تقريبا كنترول كي تفتح لي الاعدادات تبعت البرنامج نفسه. بس جينا اعطيناه اوكي، فهو غير لي شو لون الخلفيه اللي ورا تبعت الورك سبيس تبعيتي. انا هون عم اشتغل، عندي هي مساحه العمل تبعيتي، وغير لي لون الخلفيه اللي ورا، غير لي اللون تبع شو البار اللي هون. تمام، كمان هذا الموضوع شو تفضيلي، انا كيف ارتاح بعدل. تمام، انا نحن من قائمه نيو مثلا، اذا جينا لهون بنلاقي نحن شو اختصارات، كنترول ان لشو ملف جديد، كنترول او لفتح مشروع انا مستعمله من قبل او اشتغل عليه من قبل، او صوره ايا يكن، كلوز كلوز اول. عندي هون اختصارات، طب انا هاي الاختصارات بدي اغيرها، انا مثلا انا متعود على اختصارات معينه، انا بدي اعمل اختصارات خاصه فيني. فاذا جيت على اديت من هون انا كيورد بس عليها، فهون بطلع لي شو كل شيء كيورد عندي اياها انا. سلكشن عم بقول لك اختصارها بي، دايركت سلكشن اختصارها اي. هون عندي انا واقف قائمه التول، وشو هاي كل شيء عندي اياه انا واختصارها بي. بدي طلع على اختصار معين لشيء اداه، بحسن فوت لهون شوفه، او ونفس الموضوع بالفوتوشوب كمان موجوده هاي القائمه، فينا نعدل فيها كل شيء ادوات واختصارها. وانا اذا بدي اعدل مثلا هالاختصار، مثلا اذا جيت على السلكشن كبست هون، كبست كبستين، قلت له مثلا اف. تمام، فهو طلع لي فورا اللي هون انت عندك الاف لاختصار لشيء ثاني. يعني انتبه لهالموضوع عشان ما يصير لخبطه. يصير هي غالبا احنا ما بنغير الاختصارات هي الا اذا في شيء ما له اختصار. مثلا اذا جينا على الاديت، كان انا هون مثلا الجروب سيلكشن ما له اختصار، فانا فيني اضيف له اختصار، حاول اضيف له اختصار ما يكون موجود من قبل، ما يكون شيء مستعمل شيء ثاني مستعمل، فيني استعمل الالت والشيفت وهالحكي هذول. تمام، اما الشغله الاساسيه يفضل اني ما تغيريها، لانه هي نفسها مثلا البنت تقول هي بي بكل البرامج، فانا اذا جيت غيرتها هون وتعودت على اختصار معين ورحت لغير برنامج انا راح اتعذب بالموضوع. تمام، شوف عنا كمان شغلات أساسية. قلنا نحن كيف نعمل مشروع جديد، كنترول ان زيد كبست انا كنترول و ان، هو شو طلع لي نيو دوكيومنت اللي هي شو مشروع جديد. تمام، طيب عندي هون ريسنتلي يعني اخر مشاريع انا فتحتها. تمام، طلع لي اياها هون، عندي سيفد انا اذا حافظان شيء، انا ماني حافظ شيء. تمام، حافظان مقاسات معينه، شغلات معينه، انا على طول بفتحها حفظتها، فانا فورا فيني اوصل على السريع. عندي شيء الى الموبايل، اذا جينا لهون على الموبايل كاتب لك كل موبايل مثلا ايفون اكس، كل موبايل وهذا شو بالبكسل اختصار، شو مساحته، مساحه الشاشه تبعيته مثلا، مساحه العمل تبعيته اللي انا بستعملها. جيت على الايفون معني 7 6 بلس كذا كذا كذا، جوجل بيكسل هاي اللي عندي اياهم جاهزين. تمام، عندي هون شغلات انا فيني اوصلها من ادوبي ستوك. ادوبي ستوك هو شيء تابع لشركه ادوبي، مثل شتر ستوك ومثل البرامج هاي، فيني اسحب منه صور او ملفات شغل. تمام، فهون مثلا اذا جيت انا كبست عليه، عم يطلع لي هون مواصفاته، مساحه العمل تبعيته، نظام الالوان تبعه، مين مصممه، هون مين مصممه، فيني اشوف انا سي بريفيو، فانا بشوفه كامل. تمام، ما دام كاتب لي عليه فري فانا فيني احمله واشتغل عليه. غالبا هدول بالنسخ المدفوعه والنسخ المكركه، المكركه ما بيوصل لها الموضوع هذا غالبا حسب النسخه المكركه.
بس النسخ المدفوعة غالبا بتكون موضوع موجود، أي شيء موجود عليه فري فأنا فيني شو استعمله. عندي هون مثلا الآيفون نفسه، شيء جاهز أنا فيني فورا أعمله داونلود أشتغل عليه. تمام، عندي هون نفس الموضوع، فأنا بالموبايل أي شيء عندي إياه في الموبايل بقدر أوصل له من شو ومن هون. طيب عندي شيء بالويب كمان بيطلع لي شو مقاسات الويب، هون مقاسات الويب تبعيتي، ويب لارج، ويب عادي، مينيموم، مقاسات الستاندرد بتجي ماك بوك مثلا متصفح، ماك بوك 15 برو ايا يكن. كمان عندي نفس الموضوع هون، عندي شغلات الادوبي ستوك جاهزة فيني انا احملها واعدل عليها واتعامل معها، وهي غالبا بتكون فري موجودة هون خلال الموقع. فانا شو فيني اعدلها مثلا، فيني اسحب من هون، فيني اسحب الشغلات هدول وعدلهم، موجودين بالاستريتور بشكل فيكتور، فانا فيني اتعامل معهم بشكل فري واحطهم بالتصميم تبعي. تمام، فيلم ام فيديو نفس الموضوع، الارت نفس الموضوع، شغلات انا بدي ارسمها، شغلات انا بدي اعملها بطلع لك مقاسات جاهزه ستاندرد تتعامل مع العالم. تمام، عندي شغلات مرتبطه. طيب في عندي شيء اسمه برنت، مجرد ما انا جيت على البرنت فهو يقلب. هون طلعنا على الويب موبايل ايا يكن شو حاطط لي بيكسل، لانه مقاس العمل عندي يا شو بالبيكسل، انا التليفون بالنهايه هو شو مساحته بيكسل، بقول لك مساحته 1200 مثلا ب 2000 بيكسل، هي الشاشه تبعت الموبايل، فانا عم اتعامل مع بيكسل، وصح عم اتعامل مع فيكتور بس مساحه العمل نفسها شو بيكسل. على الويب نفس الموضوع، على الفيلم نفس الموضوع، كله شو بيكسل، مجرد ما اجي على البرنت فهو قلب بوينت او مليمتر او سنتيمتر. تمام، مجرد ما انا اقلب على البرنت فهو بيقلب، هاي شغله واحده بتقلب. شغله ثانيه، اذا جينا على الويب او الموبايل فنظام العمل شو ار جي بي، مجرد ما اجي على البرنت فهو قلب سي ام واي كي. تمام، هون هو عم يحاول يسهل الموضوع علي انا اتعامل معه. تمام، فهو اي شيء برنت نحن مثل ما اخذنا وحكينا فيه نقرن انه كل شيء انا بينطبع عندي هو شو سي ام واي كي، ما بصير استعمل ار جي بي ابدا، انا ما بستعمل ار جي بي للطباعه، انا بتعامل مع سي ام واي كي، سي ام واي كي ما بتعامل مع الشاشات، بستعمل ار جي بي. هاي نقطه مفصليه نحن لازم نكون منتبهين عليها، انا بستعمل سي ام واي كي للطباعه بس. تمام، بيجي هون بيعطيني اول شيء اسم المشروع فيني انا اغيره، بعد عندي مقاسات العمل، خلينا نتعامل مع السنتيمتر، عندي مقاسات العمل. تمام، هاي مقاسات العمل عندي بالنسبه لي، عامل لك العرض 21 والطول 27.7، هاي لشو لمقاس اي 4، اي ورقه اي 4 تحت ورقه الاي 4، اي ورقه اي 4 فهي شو هذا المقاس تبعها. تمام، ارت بورت رح نحكي عنها بكره ان شاء الله، وعندي هون هو بشكل طول او بشكل عرض. تمام، انا بدي افتح الورقه بالعرض او افتح الورقه بالطول، انا بدي اشتغل عليها هي بالعرض او اشتغل عليها هي بالطول. تمام، مجرد ما اكبس عليها فهو بيقلب لي اياها. تمام، عندي هون توب باتون ليفت ورايت، شو هدول؟ قال هدول مساحات الامام بالنسبه لي، حكينا عن هالموضوع كمان نحن بالفوتوشوب، ان نحن لما بنشتغل اي شيء فيه طباعه فانا بعطي مسافه امام بالنسبه لي للقص. تمام، هون بالنسبه له فورا موضوع تلقائي، انا بحط القائمه القيمه اللي بدي اياها، مثلا انا بدي 1 سنتي فهو شو عندي انا 1 سنتي لكل الحواف، هو بحدد لي اياها ان هي مساحه امام بالنسبه لك، فينك ما تحط فيها شيء لانه هي احتمال تنقص. تمام، عندي بعد نظام الالوان عندي ريزولوشن، حكينا عن ريزولوشن كمان، تذكروا ان هو بي بي اي، اي نفسه بريفيو مود هيكون فيه مور سيتنج، اذا جينا كبسنا عليها فهذا النظام القديم قبل 2017، اذا جيت اعمل ملف في مشروع جديد فهو راح يطلع لي هذا. تمام، هذا الشكل، مو هذا الشكل اللي فوق، شايفين هذا الشكل اللي فوق، هذا من 2017 بعد صار هو الشكل الجديد. قبل لان العالم تتعامل مع النسخ قبل عشان ما تستغربوا اذا فتحت نسخه قديمه نطلع هذا الشكل هون، نفس الاعدادات بالنسبه لي الموجوده هون موجوده، مساحه العمل، نوع العمل،
بالعرض والطول، عند مساحة الأمام بالنسبة لي، نظام الألوان، وأيا يكن موجود هو موجود. فجيت قلت له كرييت، هو فورا ظبط لي الموضوع. هلا أنا هون فيني صرت أقدر بدأ الشغل تبعي نفس موضوع الفوتوشوب، بس اختلافات بسيطة. تمام، هو الفوتوشوب والإستريتور والإنديزاين تلاقي نفس الموضوع، بس دخلنا بالفيديو هذاك الوقت تختلف شوي، يختلف شوي. تمام، أي سؤال؟ فتحت مشروع جديد، فتحت مشروع جديد. تمام، اليوم درسنا خلص. تمام، من بكرة أنا راح أبلش جماعة الأونلاين، إذا ما حضروا هو براحة أونلاين، يعني ما حدا حضر، ما حدا حضر اليوم، ما حدا حضر اليوم، ما في حدا. يعني شو بدي أعطي أجي بعدين تعيد وراح أعيد. خلينا بس إيه طبعا، إيه لك، هي وقفت التسجيل.